applied to combustion process. The second law of thermodynamics كنا نعرف هي يتعامل ويا ما نطلق عليه خاصية مهمة جدا هي الانتروبي. والانتروبي طبعا دائما نسأل بها صف ثالث وطلاب المرحلة الثانية وحتى الدراسات العليا، وهناك فهم بسيط يعني صراحة للانتروبي. احنا ما بصدد يعني حساب الانتروبي بهذه المرحلة، وإنما حساب يعني ما هو سبب استخدام القانون الثاني للثيرموداينامك. السبب الرئيسي لشرح أو أخذ هذا الجزء هو أن التفاعلات الكيميائية هي أو عمليات الاحتراق هي تفاعلات كيميائية، تكون هذه التفاعلات الحرارية أو الكيميائية تكون مثل ما قلنا إلى أن تصل إلى حالة توازن حراري. الانتروبي دائما نسأل نقول ما هي الانتروبية؟ الانتروبي هي نسميها دائما أنتم تسمونها عشوائية أو disorder أو إحنا نسميها صراحة هي تعطيني indication عن heat transfer وعن الدايركشن اوف هيت. يعني الفيرست اوف ثيرموداينامك ما يعطيني اي انديكيشن عن الهيت ترانسفير او عن الدايركشن اوف بروسيس. هذا القانون لا يعطينا اتجاه عن طريق الانتروبي ممكن نتعرف على اتجاه التفاعل وعلى كمية الحرارة ايضا اللي متولدة. تعريف عام للانتروبي اللي هو معادلة واحد دلتا اس تساوي لي كيو نت على تي نوت، هي كمية الحرارة المنتقي او كمية الحرارة المنتقلة عند درجة حرارة معينة او الريفرنس تمبيتشر اللي هي 298. انا ما اريد ادخل بتفاصيل هذا الجزء صراحة حتى ما يعني ما راح لان احنا ما راح نتطرق للانتروبي حسابات انتروبية بقدر ما راح نقول انه التفاعلات الكيميائية دائما هي اكسوثيرمال رياكشن اللي هي تفاعلات الحرارية، ولكن هذه التفاعلات عند مرحلة معينة يصير بها نقول تفاعلات عكسية بما انه احنا دائما بالتفاعلات الاعتيادية والنورمال كيميكال رياكشن نعرف انه الرياكتنت تتحول الى شنو؟ الى برودكت، وهذا البرودكت اللي هو يتكون من CO2 وربما CO وربما O2 H2O N2 يخرج من خارج التفاعل دون حدوث اي طارئ عليه، اي ما يدخل ضمن التفاعلات. لكن بنفس الوقت قلنا الفلام تمبيتشر اللي هي الماكسيمم تمبيتشر، الاديباتيك فلام تمبيتشر هي الماكسيمم فلام تمبيتشر ممكن نحصل عليها من تفاعل او عمليه حرق لوقود هيدروكربوني. هذه القيمه قلنا دائما هي اقل من القيمه الحقيقيه، القيمه الحقيقيه هي دائما اقل من قيمه الاديباتيك فلام تمبيتشر لعده اسباب، منها ما نطلق عليه انه الديسوسيشن او هو تفاعل عكسي، يعني انه البرودكت مثل CO2 في درجات الحرارة العالية ايش راح يصير به؟ راح يتفكك الى عناصره الاساسية اللي هو CO وO2، وبنفس الوقت CO يمتص حرارة بحيث وهذا الامتصاص من الحرارة يؤدي الى اتحاد مرة اخرى مع الاكسجين لتكوين CO2 وبالتالي الى ان يصل الى حالة الكوليبروم. من ينطينا حالة الكوليبروم؟ هو هذا الهدف معنا. احنا عندنا الانثالبي اوف كومبوستين ات 25 سنتيغريد، كنا نحسبها بالطريقة هذه بالتعريف مالها. لو نجي الى الانتروبي وندخلها ايضا هي نفس الطريقة، ممكن نحسب الانتروبي اللي هي number of moles of product في الانتروبي
بدلة المول أو الكيلو كيلو جول كل كيلوغرام كلفن أو بدلة المول. وممكن أن نمشي بهالطريقة هذه إلى أن نصل إلى فاكتور مهم. طبعا الشقاقات ما مطلوبة، لأن احنا قلنا يهمنا التوازن وليس يهمنا الاشتقاق. عندنا جيبس فانكشن اللي هي تساوي لنا اج ماينس تي اس. جيبس فانكشن طبعا هي الهدف منها والغاية منها هي تعطيني الدايركشن اوف بروسيس. الجي اللي هي نسميها جيبس فانكشن، اج هي انثالبي، تي هي درجة حرارة، واس هي انتروبي. أسأل سؤال حتى تتوضح الصورة قبل ما أدخل إلى هذه العلاقتين اللي هي الجيبس فانكشن تساوي الانثالبي ماينس تمبشر مضروب في الانتروبي. الفاليو اوف جيبس فانكشن هي تحدد لي صراحة اتجاه او اتجاه او التفاعل، هل هو بيعت اتجاه ماخذ تحدد لي هنا. احنا عندنا بالطبيعة اكو تفاعلات، راح اسأل هذا السؤال. لو عندنا جسم يعني هوت بادي، ان جسم حار وبجانبه جسم بارد اللي هو كولد بادي، ايش راح يصير عندي؟ انا ايش اتوقع؟ اتوقع انه الحراره تنتقل من الجسم الحار سبونتينيوسلي يعني تلقائيا باتجاه الجسم البارد، صحيح؟ هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح. ليش كمية الحرارة يعني ليش احنا نقول انه ليش ما الحرارة بالعكس من الجسم البارد تروح تنتقل باتجاه الهوت بدي الجسم الحار؟ ممكن نعم استهل لازم نوفر شغل حتى تنتقل الحرارة هيك، يعني اذا هي ما تلقائيا، تلقائيا ما ممكن ان تنتقل الحرارة من جسم بارد الى جسم حار تلقائيا، وانما نحتاج شنو؟ الى شغل. تدخل، ان يكون هناك تدخل. هذا التدخل عن طريق شغل، عن طريق ورك، يعني عن سبب معين. يعني احنا دائما نقول انه الحراره تنتقل من الجسم الحار او من هوت ريجن الى الكولد ريجن سبونتينيوسلي تلقائيا، لكن ما ممكن ان تنتقل من جسم بارد الى جسم حار تلقائيا، وانما نحتاج الى تدخل اي استخدام اعطاء شغل حتى نؤدي هذه البروسيس. وهي اخذتوها بالهيت انجن، يعني بالهيت انجن اللي اخذتوها بالهيت بامب والريفريجريتر. عندك دائما انه بالهيت بامب او بالريفريجريتر انه انت ما ممكن تنقل طاقه حراريه من جسم بارد الى جسم حار إلا إذا أعطينا شغل هناك. ما يهمنا هذا الشغل، إحنا نريد نعرف خاصية هذه الخاصية. جيبس فانكشن هي والإنتروبي تعطيني إنديكيشن عن الإكوليبروم، متى يصير عندي إكوليبروم بالريزلت أو بالبرودكت، متى يصير عندي. طبعا هناك value of G أو دلتا G راح أعطيها، هي تمثل لي دلتا H minus T دلتا S. إذا الـ value of delta G كانت negative، إذا التفاعل هو شنو؟ هو تلقائي. الـ value of Gibbs function أو تغير في الـ Gibbs function إذا كان سالب، معناها إنه إذا كانت الـ value محصلة يعني محصلة الانثالبية ناقص temperature في الانتروبي يعطيني negative value، معناها الـ direction of بروسيس اللي هو التلقائي راح يكون انه العمليه ممكن ان تحدث تلقائيه. اذا كانت بوزيتيف لا يمكن، وبالتالي انه المستحيل ان قلنا ننقل حراره من جسم بارد الى جسم حار الا تدخل، فهذه البروسيس ما ممكن ان تحدث. اذا كانت الفاليو اوف دلتا جي او الجيبس فانكشن ايكوال تو زيرو، ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني انه بحاله اكوليبرم، يعني المتفاعل ما يتفكك من نواتج راح يكون بنفس الوقت هناك اتحاد لمركبات
هي بالنواتج راح تعود إلى وضعها الأصلي قبل التفكك، وهذا ما نسميه اللي هي ديسوسيشن. الديسوسيشن هو موضوع إخوان مكمل لموضوع الاحتراق. احنا يعني ضمن المرحلة الثالثة حاليا، نقتصر على يعني على مركبات كلش قليلة اللي هي CO2 و H2O بصورة عامة، يعني نركز على هذول المركبين في عملية الإكوليبرام والتوازن، ولكن بالحقيقة والواقع في مستويات أخرى، يعني في دراسات عليا، في دراسات بحثية لازم تأخذ إنه كل المركبات الموجودة بالبرودكت لازم تأخذها ودخلها في عملية توازن حراري. إن بالمحاضرة السابقة the maximum adiabatic flame temperature can be obtained for adiabatic combustion. Adiabatic combustion يعني ماكو heat transfer in or out of the system, but this limited by a phenomena of dissociation. ولكن هذه الحالة قلنا محكومة بظاهرة نطلق عليها اسم dissociation. For example, عندنا CO بالحالة الاعتيادية هو وقود. CO صراحة هو وقود، يعني صح، يعني أول أكسيد الكربون هو وقود. إذا توفر له الأكسجين والتقاد، صار عندي التقاد، راح يتحول إلى شنو؟ راح يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى شو يعطيني؟ راح يعطيني حرارة. يعني هذا التفاعل هو راح يتحول الأول أكسيد الكربون بتفاعله مع الأكسجين، كمية كافية من الأكسجين، راح يتحول إلى CO2 كناتج، وأيضا هناك حرارة منبعثة من هذا عملية الاحتراق اللي هي Q اللي نقدر نحسبها لأي تفاعل، وهذا التفاعل نطلق عليه Exothermic Reaction لأنه تفاعل باعث للحرارة. احنا لابد ان نبين من شغله مهمه جدا، انه دائما في عمليه الاحتراق انه درجات الحراره تكون عاليه، يعني الفلام تمبتشر تكون عاليه. في درجات الحراره العاليه ايش يصير عندي؟ راح يكون عندي تفاعل اسميه اندوثيرمك رياكشن، تفاعل ماص للحراره. راح CO2 اللي هو المركب الموجود بالبرودكت، إذا امتص حرارة شراحها وحرارته صارت درجة حرارته أصبحت ضمن حدود معينة، شراح يصير بي؟ راح يتفكك إلى مكوناته الأساسية اللي هي CO وO2. هذا التفاعل بالضبط عكس هذا التفاعل، هذا تفاعل باعث للحرارة، هذا تفاعل ماص للحرارة. لكن متى يصير عندي هذا التفاعل CO2؟ متى تتفكك إلى عناصر الأولية؟ هذه تعتمد بصورة رئيسية على درجة حرارة البرودكت، درجة حرارة النواتج، أو درجة حرارة اللهب. هذا التفاعل يعني اللي هو الأعلى وهذا التفاعل ممكن جمعهم في تفاعل واحد، نقول CO يتحد ويا الأكسجين ويعطيني CO2، هذه بديهية طبعا، ما ويكون في حالة توازن. أي في حالة توازن، متى يصير في حالة توازن؟ قلنا عندما تكون الانتروبية أو الجيبس فري انرجي تساوي زيرو، راح يكون التوازن، يعني مقدار ما يتحد من أول أكسيد الكربون مع الأكسجين حتى يعطيني CO2، هناك نفس المقدار من CO2 يمتص حرارة من المتفاعلات اللي درجة حرارة اللهب، وراح يتفكك بالاتجاه، لهذا أعطانا سهميا، راح يتفكك إلى CO وإلى O2. هذه العملية تستمر حتى يصير عندي توازن حراري. هذه مهمة جدا بالكومبسن، إنه لازم يكون عندي توازن حراري حتى أقدر أحسب وأقيم درجة حرارة اللهب اللي مهمة بالتصميمات، سواء بالغاز تورباين سواء بالبرنر نحتاجها. وكذلك من جهة أخرى نعرف شنو هي نواتج الاحتراق اللي موجودة حقيقيا، يعني
ولو احنا قلنا في مرحلتنا هاي راح نختصر على شنو؟ على الـ CO2 والـ H2O. It has been found that at any particular temperature and pressure. نعم. أنا ماكو أحد، يعني عندنا محاضرة. اترك السكرتارية. زين. نرجع إلى محاضرتنا. نقول it has been found that at any particular temperature and pressure, the species CO2 وCO and O2 adjust themselves. يعني يرتبون نفسهم. يعني في تفاعلات راح تكون تفاعل ماص الحرارة أو تفاعل باث للحرارة. هذول التفاعلين اللي على اللي خليناهم سهمين باتجاهين متعاكسين يمثلنا شنو في حالة، يعني معناها حالة توازن. Adjust themselves until the reaction proceed at the same rate. At the same rate. حتى يصير التفاعل تفاعل بالاتجاه يساوي التفاعل باتجاه الآخر. This means until the number of molecules of also of CO2 being formed انتبع عليها is equal to the number of molecules of CO2 dissociate. يعني مقدار ما يتفكك راح يقابله ممكن ما يتحد حتى يصل إلى حالة التوازن بدرجة حرارة معينة، وبعدين نقول إحنا هذه نواتج الاحتراق. Normally dissociation takes place at high temperature approximately more than 1500 Kelvin. عادة dissociation متى يحدث؟ يحدث بدرجات الحرارة العالية اللي هي أكثر من 1500. يعني إحنا لما تكون درجات الحرارة أقل من 1000 خلينا نقول، أو أقل من 500 درجة مئوية، راح نشوف إنه مقدار التفكك قليل جدا ويهمل في درجات الحرارة. فأنت متى يصير عندك ديسوسيشن؟ تتوقع يصير عندي ديسوسيشن عندما تكون درجات الحرارة من 1500، 1800، 2000، 3000. كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زاد نسبة التحلل. هسه نفرض نقول assume we have a gas of CO2 initially at one atmosphere and 300 Kelvin is heated up to 500 Kelvin. اوكي، ايش تتوقع هي درجة الحرارة الانيشال تمبرتشر؟ او هي كانت 300. سوينا عملية هيتينج لهاي المجموعة من العناصر إلى درجة حرارة 500. فش نتوقع؟ راح نتوقع هين CO2 is quite stable. يعني بهاي درجات الحرارة CO2 ما راح يصير تفكك، أو تفككه كلش قليل. And there is very little tendency، وهناك ميول قليل حتى للتفكك. درجة حرارة 500 قليلة، وبالتالي راح تكون. فنقول قيمة A اللي هي number of moles of CO أكبر، واضح؟ أكبر بكثير من قيمة، عفوا، هاي CO2. هاي بصلحها A CO2، هي راح تكون A CO2 زائدا قيمة A بالنسبة لCO2 هي أكبر بكثير من قيمة أو number of moles of CO عند هاي درجة الحرارة، وكذلك قيمة A هي أكبر بكثير عن قيمة الأكسجين عند هاي درجة الحرارة. إذن الدسوسيشن، لو فرضيا سئلت مسألة، جاءك مسألة قال لك CO2 عندي CO و CO2 وربما O2 في combustion chamber في منظومة احتراق، وهذه منظومة احتراق درجة حرارتها بحدود 400 او 500. يقول لي ايش تتوقع عن الديسوسيشن؟ او فايند ذا برسنتج اوف ديسوسيشن، اوجد نسبه التحلل اللي حصلت. فاني بما ان درجه الحراره 500 او 400 او 300، فانا اقول له انه درجه الحراره كلش قليله، وبالتالي قيم او نمبر اوف مولز اوف سي او و او 2 نمبر اوف مولز مالها قليله وتهمل ولا يحتاج
يا عمليات حسابات رياضية. لكن لو فرضيا انه هاي درجة حرارة زيدناها now if the temperature is raised to 2500 Kelvin, CO2 will be dissociated to CO and O2. هسه زيدنا درجة الحرارة الى 2500 طبعا راح يكون 100% يكون عندي هناك dissociation. And in the same time CO recombine with O2 until reach an equilibrium state. اذا احنا اكو بما انه اكو تحلل اكو بنفس الوقت اكو اتحاد بين CO و O2 لحتى يعطيني CO2 وبنفس الوقت CO2 يتحلل الى CO و O2. ولهذا تشوف انت في نواتج الاحتراق مرات شو تشوف؟ تشوف انه عندي فائض اكسجين، عندي كميه كافيه من الاكسجين لعمليه الاحتراق، لكن يعطيني بالنواتج CO وانا عندي فائض اكسجين. هذا منين جاي؟ قلنا احد اسبابها هي الديسوسيشن، انه CO يظهر بنواتج الاحتراق احد اسبابها نتيجه الديسوسيشن. وكذلك الـ O2 ربما يكون عندي فائض ايضا قليل اكسجين، يعني انه كميه الاكسجين المتوفره لعمليه الاحتراق قليله، ولكن اشوف O2 موجود بالبرودكت، وهذا يدل على ايضا انه هناك تحلل حدث واعطاني هذا التحلل نسبه من CO ومن O2 بالبرودكت. فما شرط ان يكون دائما عندما تكون عندي كميه الاكسجين كافيه انه CO ما موجود بالبرودكت، ربما يكون السبب الاخر يمكن ذكرت لكم اياه وما ذكرت لكم اياه بالمحاضره السابقه، بان الكومبشن تايم اللي هو وقت الاحتراق مرات يكون غير كافي، وقت الاحتراق مرات يكون غير كافي لاتحاد الكربون او اول اكسيد الكربون مع الاوتو حتى يعطيني CO2. ومرات يكون عندي الكومبشن افشنسي، الكفاءه الحراره كفاءه الاحتراق تكون اقل من 100%. فبما ان كفاءه الاحتراق اقل من 100% راح يتولد عندي شنو؟ راح يتولد عندي CO بالبرودكت وكذلك O2. وربما توزيع المكستشر داخل غرفة الاحتراق غير متجانس، فأكو هناك مناطق توجد هناك مناطق غنية بالوقود وراح تعطيني CO، أكو مناطق فقيرة بالوقود غنية بالأكسجين راح تعطيني O2 فائض، وبالتالي تشوف نواتج الاحتراق بها CO2 وCO وO2 وH2O وN2 لحد الآن يعني. وإحنا قلنا نختصر على هذول المركبات بالنواتج ضمن مرحلتنا، ممكن أن يكون NOx اللي هو NO2، ممكن يكون N2O وما شابه. أشعني عندي نقول as the temperature of a product mixture is increased the equilibrium value of A اللي هي number of moles will decrease, number of moles of CO2 will decrease while B and D increase in order to be able to define the product composition with dissociation. It is necessary to have criteria for equilibrium. يعني ايش انا يعني اذا اوصل الى معيارية للتوازن؟ قلنا هو شو اشتقنا؟ جبنا جيبس فانكشن، وجيبس فانكشن اللي هي تساوي H اللي ثالما هاي مرينا عليها، راح نقدر نشتقها نعوض عن نشتق هاي المعادلة ثم نرجع نعوض. اللي يهمنا اني بهالمعادلة هو المعادلة دلتا جي تساوي صفر عندما يعني عندي هذا الرسم مهم الإكوليبروم كومبوزيشن، دلتا جي تساوي صفر راح يكون عندي توازن، عندما دلتا جي نيجاتيف فاليو ما زال عندي متفاعلات تتجه بهالاتجاه هذا، فبالتالي مستمرة عملية التفاعل. عندي عندما تكون دلتا جي اللي هي جيبس فانكشن أكبر من صفر، ما ممكن مستحيل أن يكون عندي الرياكتانت راح يتحولون مرة ثانية
تلقائيا الى برودكت، ولكن ممكن غير تلقائيا نعم نعيدهم الى برودكت. فبالتالي ايضا نفس العمليه ممكن نفسرها بالانتروبي. الانتروبي دلتا اس تساوي زيرو، معناها يعني معناها عندي حاله توازن كوليبروم في النقطه هذه. عندي دلتا اس اكبر من صفر ممكن ان يكون التفاعل ماخذ هالاتجاه هذا الى ان يصل الى حاله الكلوروم في النقطه هذه، لكن ما ممكن ان يتجه في هالاتجاه هذا ان الا يعني يكون هناك تدخل شغل او ما شابهها حتى يعطيني حاله توازن. ربما حاله التوازن اللي انت بالك ربما قسمكم ما يتصور الموضوع. لو فرضنا عندنا غاز A وغاز B هذول في درجة حرارة معينة، ممكن أن يكونون بهالطريقة هذه تحولون إلى برودكت، وبهالطريقة اللي هي برودكت C وبرود D ونمبر أوف مولز ماله، ونفس الوقت هذول يتحدون يعطوني مركب A ومركب B إلى أن يصلون إلى حالة توازن. فحالة التوازن هذه لو نمر على هاي أيضا ما مطالبين باشتقاقها بالوقت الحاضر، يعني هاي كل مرت عليكم سابقا بالثانية أتوقع، بس احنا نجي إلى عامل مهم اللي هو نسميه الإكوليبروم كونستانت اللي هو الكي بي. كي بي هو الإكوليبروم كونستانت اللي هو تعريف ماله لين كي بي يساوي لنا الدلتا جي ريفرنس على ار نوت تي. شوف لو نشوف هذه العلاقة نشوف شنو المهم. دلتا جي اللي هي جيبس فانكشن هي تغير مالها ثابت، عندنا ار نوت ثابت، شنو المتغير عندي؟ درجة الحرارة. درجة الحرارة هي المتغيرة واللي تأثر لي بصورة عامة. يعني يعني العاملين في هالمجال هذا بدل ما يخليك تروح في دوامة وتبحث عن علاقات وعن هاي، فخلى لك قيمة لوك 10 كي بي بجدول لتفاعلات. طبعا الأعلى جدول هو يمثل لي البرودكت نمبر اوف مول اوف برودكت، الأسفل هو نمبر اوف مول اوف رياكتنت مرفوع إلى طبعا ماخوذ من المعادلة هاي، مرفوع إلى الأس بالنسبة للمركب للعنصر CO2. كذلك CO2 أيضا BCO2 على يساويني أيضا بدلالة COO2 مرفوع للأس نصف. وكذلك أيضا عندي الأكسيد ووتر فيبر ويا أول أكسيد الكربون ممكن تعطيني هيدروجين وCO كناتج. هذه القيم اللي موجودة عندك بالجدول حاليا هي تبدي بقيمة 298 وتنتهي إلى تقريبا 5000 درجة مئوية. كي بي اللي هو الكلوبروم كونستانت تسميه اللي كوي is function of temperature only. It can be seen that KB is a function of temperature only. Its value for various equilibrium reaction are taken from table. طبعا هذا الجدول هو مأخوذ من جدول واسع بعد يعني بالهيدروجين يتفكك الى راديكال، الاكسجين يتفكك الى او نيتروجين يتحد ويا الاكسجين، لكن احنا راح نبقى او راح نبقى عند هذول الثلاثه من التفاعلات اللي هي مبنيه على اساس تفاعلات اللي اخذناها قبل شويه وراح نبينها ايضا، اللي هي مبنيه على هذه التفاعلات اللي قبل شويه قلنا. شوف هي عندي CO2 عندنا CO2 زائد 0.5 O2 راح يعطيني CO2. فهذول المركبات حتى نكتبهم أجي يعني بالنسبة لي أجي إلى هذا الجدول. طبعا شوف كل ما تزاد درجات الحرارة الـ value of KB شي يصير بيها log 10 KB راح تقل، كل ما زادت KB قلت KB
يعني معناها الدرجة، كل ما زاد درجة حرارة كل ما قلت الفاليو اوف كي بي، وكل ما زادت درجة الحرارة كل ما ازداد نسبة الديسوسيشن. كي بي لا يعتمد على الضغط صراحة، لا يعتمد على الضغط، وإنما يعتمد بصورة رئيسية على درجة حرارة. كل ما زاد درجة حرارة كل ما قلت قيمة كي بي اللي هي الكلوروم كونستان، وبالتالي زاد نسبة التفكك أو التحلل. ناخذ مثال حتى تتوضح الصورة. إذا ما ناخذ مثال، طبعا هذا حضوريا يعني كان عندي مشكلة دائما بالديسوسيشن ويا الطلبة في كتابة التوازن، حتى حضوريا من كانوا موجودين بالقاعة دائما اكو مشكلة من قسم من الطلبة لفهم نقول فهم كيفية كتابة معادلة التوازن. أنا أحاول أرفع هذه المحاضرة. راح أخذ الـ example one. يقول the exhaust analysis for the combustion of stoichiometric mixture of CO and O2 at a pressure of 2 atmosphere and a certain temperature shown that 20% of CO2 dissociate. طبعا هذا المثال يقول determine the equilibrium constant at this temperature. equilibrium constant يقصد بها البرودكت، المكونات النواتج عند هذه درجة الحرارة، لأن قلنا النواتج راح يصير بها طبعا بنفس الوقت ما في CO2 يتحلل، وإنما أيضا H2O أيضا يتحلل. أعيد المثال. The exhaust analysis from the combustion. إيش عندي؟ عندي CO كوقود. فأول خطوة، شوف أول خطوة نفس العمليات السابقة، نكتب معادلة احتراق المثالي. Stoichiometric combustion equation without dissociation. ما نشغل بالdissociation. عندنا وقود وعندنا stoichiometric mixture، يعني عندنا 1 مول من CO، وعندي هذا يتحد ويا الأكسجين، يتحد ويا الأكسجين ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني CO2. المعادلة لا على بس ركز عليها شوية، عندي مزيج من CO و O2 at 2 atmosphere and certain temperature shows that 20% of CO2 dissociate. 20% من CO2 dissociate. شو يريد؟ ديتمان ذا الكوليبروم كونستانت على ذيس تمبشر. هو يريد يعني الكوليبروم كونستانت. فمن وجدنا الكوليبروم كونستانت راح شو نقدر نوجد؟ نقدر نوجد التمبشر اللي هي مرادفة اللي هو متوافق معه، وبالتالي هو نقدر نحسب نواتج الاحتراق أو اللي نقصد عليها نسميها اللي هي الكوليبروم كونستانت. عندنا CO زائدا O2 يعطيني CO2 الموازنة بحالة توازن، هذا مثالية. كربون واحد، كربون واحد هنا، أكسجين اثنين في نصف راح يساوي يساوي لي واحد زائدا واحد عندي هنا بالفيول راح يعطيني CO2. هذه المعادلة بديهية، يعني إذا أنت عندك قلم وورقة يمك بالبيت أو بالمحاضرة مالتك يمك، CO زائد نصف O2 راح يعطيني CO2. هذه احتراق مثالي، ماكو لحد الآن ماكو شيء جديد، ما دخلنا على أي شيء، واضح؟ ما دخلنا على أي شيء، هذه بدون تحلل بدون أي شيء. لو أجي أنزل شوية إلى مجرد أن أضفض السهمين حتى أبين أن حالة إكوليبروم، لكن هذه ما راح تغنيني شيء كثير. أنا يهمني هذه المعادلة اللي كتبتها، عندي 1 مول من CO
زائد النصف مول او فوتو يعطيني واحد مول او سي او 2. هذا السي او 2 هو اللي راح يصير به تحلل. مقداره ايش قد؟ نمبر اوف مولز اوف سي او 2 ايش قد مقداره؟ واحد. هسه واحد زين، انتبه لي على هاي. انا كتبت سي او، جبت سي او وجبت ال او 2 وخليت علامه للنواتج، كم مول عندي هين؟ كم مول للسي او 2؟ واحد مول. ايش قد منه راح يتحلل؟ ما اعرفه، قد تكون 10 20 حسب المعطى، وربما ما يعطيني هو يريده. فالفاليو اوف اي، اذا انا مقدار معين من سي او 2 هو راح يتحلل، فما راح يكون واحد، راح يكون اقل من واحد. وهذه اي اللي هي تحلل بها سي او 2 راح قسم من اي راح يروح الى سي او، وقسم راح يكون الى او 2 لانه هو مركب سي او 2، فراح يرجع العناصر مالته الى اي سي او زائد اي على 2 او 2. واضح؟ يعني هاي المعادله، انا عندي سي او 2، سي او 2 هي كتبتها سي او زائد نصف او 2 زائد، هاي بدون تحلل، هاي يعني انت سجلها قدامها بدون تحلل. هسه انا راح اكتبها المعادله هي محطه كولبروم، المهم ما تاثر لي يعني نفس المعادله لا. اجي الى معادله التحلل الحقيقيه الرئيسيه، انا سي او زائد نصف او 2 ايش راح يعطيني؟ سي او 2. بس هذا سي او 2 انا ما كتبت واحد هين، قسم منه تفكك، وين راح؟ راح السي او وراح الاو 2، وهذا بحاله توازن، اصبح بحاله توازن. هسه عندي هو معطيني بالمثال، ايش معطيني بالمثال؟ معطيني بالمثال الفاليو اوف اي بكل بوينت 2، هو معطيني نسبتها value of is given. Thus, as given example, أسعان شي أحسب number of mole of CO2 واحد ناقصاً أي اللي هي 0.2، شو قد مقدارها راح يصير؟ راح يصير مقدارها 0.8. NCO مقدارها شو قد؟ نعم ال 0.2 يعني من 20% مو؟ لا لا، ما دائماً ما دائماً. هو ما أعطينا إياه، ما هو أعطانا إياه بالسؤال لو فوق تجي يقول ذا سيرتن تمبرشر شاوت 20% اوف سي او 2 ديسوسييت، يعني 20% من سي او 2 هو تحلل، ممكن يكون 30%، ممكن يكون 50، ممكن يكون 40. 50.5 يعني استاذ تكون، نعم مثلا 50 يصير 0.5. نعم يعني اذا قال لك يعني هو هذا المثال سهل، مسهله وجينا بمثال سهل حتى انت شوي يصير عندك فكره. هو اعطانا نسبه التحلل هنا، ربما أسئلة أخرى أو أمثلة أخرى راح يريد أن نحسب إحنا نسبة التحلل. نعم نعم، شكرا أستاذ وصل. واضح؟ واضح. فأنت الـ number of mole of CO2 ما بقى بعد واحد، وإنما بقى شيء إيش قاعد صار 0.8 لأن يعني طرحنا منه 0.2. number of mole CO هو نفسه، و number of moles of oxygen هو A over 2، فعبارة عن 0.2 على 2، فصار عندي 0.1 مول. اوكي زين، عدد المولات الكلي يعني عندي سابقا تذكرون بالمكسر اوف ايديال غازز، ليش قلت لك الموضوع معنا مترابط دائما؟ الموضوع دائما مترابط ليش؟ قلت لك موضوع، شوف عندنا هنا نجي الى المول فراكشن ان اي على ان تساوي بي اي على بي، وبالتالي بي اي اللي هي البارشال بريشر اوف ايتش سبيشيز يساوي ان اي على ان في التوتال بريشر. هذا قانون اخذناه بالمكسر، وهو احنا عندي يعني هي النواتج الاحتراق وعباره عن مزيد. ايش عندي حددني؟ يعني حدد لي شنو؟ أريد أوجد قيمة كي بي على ضوء النسب اللي أعطاني إياها. كي بي التعريف ماله راح يساوي إن البارشل بريجر أوف سي أو 2 على البارشل بريجر سي أو مضروب في البارشل بريجر لأو 2 مرفوع للأس نصف. مبني على أي أساس؟ مبني على أساس هاي المعادلة شباب، على هذه المعادلة مبني على اساس هذا هو البرودكت
هذا هو البارشل بريشر سي او، وهذا البار مرفوع للصفر. فدائما هذا القانون كي بي هذا التعريف ماله هو ستاندرد لهذا التفاعل اللي انت تحتاج تكتبه دائما، وان اختلفت القيم بس الفيزيكال نفسه نفس الشيء. فالكلوبروم كونستانت نجي نقول انا بي سي او 2 نوجد البارشل بريشر بالنسبه لسي او 2. البارشل بريشر سي او 2 حسب الديفينيشن فوق يساوي لي نمبر او مول اوف سي او 2 على توتال نمبر بالبرودكت مضروب في توتال بريشر اوف برودكت. هسه اجي ان سي او 2 انا بجدد 0.8، التوتال نمبر هو مجموعهم 0.8 زائد 0.2 زائدا 0.1 راح يساوي لي 1.1 انزله مضروب في البريشر اللي هي لازم تكون بالاتموسفير فقط في الديسوسيشن. تاخذ لازم تحول البريشر من بار الى اتموسفير، يعني بالعلاقات اللي تشتقها لازم تحول البريشر من من بار الى اتموسفير، فهو معطينا اتموسفير اتموسفير فماكو مشكله. وجدنا البارشل بريشر بالنسبه للسي او 2. اجي الى نقطه اخرى، اجي اوجد البارشل بريشر بالنسبه اوتوم نفس الطريقه اللي هو يساوي نمبر اوف مولز اوف اوتو على ان في التوتال بريشر، ويساوي لي النمبر اوف مول اوف اوتو هو 0.1 توتال توتال نمبر اوف رياكت برودكت 1.1 مضروب في 2 اللي هو التوتال بريشر اللي اعطانا قيمته بذات ناقص نصف. ايضا البارشل بريشر بالنسبه لسي او 2 بنفس الطريقه يساوي نمبر اوف مول اوف سي او على ان في البارشل بريشر، ويساوي لي 0.2 على 1.1 في 2 ويعطيني قيمته. هسه انا اجي اعوض بدال قيمه بارشل بريشر سي او 2 بارشل بريشر سي او بارشل بريشر او 2 راح هذول القيم وجدد قيمه كي بي. كي بي هذا لو ارجع للجدول لو لوغ 10 كي بي 0.7 اني وجدت كي بي قيمتها، فارجع لو ارجع ارجعها الى اخذ اللوغ مالها فايش راح يصير عندي؟ راح اقدر اوجد ما يقابلها من درجة حرارة في الجدول، من مقابلها الجدول بالمحاضرة الاخرى صار، فما يقابلها بالجدول انت تلوق 10 كي بي لل 0.922 ويساوي لي هي 2928 اللي هي درجة حرارة ال برودكت. المطلوب الثاني شي يريد منه يقول thereafter find the percentage of dissociation. هسا جا بالعكس when the product of combustion are kept at the same temperature but is compressed to 10 atmosphere. قلنا KB ما يتأثر بدرجة الحرارة إذا value of KB هي نفسها، لكن شنو تغير؟ تغير البريجر بدل ما كان 2 أصبح 10. فأرجع أحسب أقول ارجع للمعادلة واقول ان توتال هو يساوي لي 1 ناقص اي زائد ان اي زائد ان اي اوفر 2، واي هي المجهولة اللي اني اريد اوجدها. نعم، فان ان توتال ايش قد راح اوجدها؟ راح اوجدها وقيمها تساوي 1 زائد ان اي اوفر 2. الاكوليبروم كونستانت نفسه عندي تعريف شنو؟ عندي تعريف البارشل بريشر سي او 2 هي تساوي نمبر اوف مول اوف سي او 2 على ان توتال. ان توتال وجدتها هذه البارشل بريشر، التوتال بريشر موجود ايضا 10. الفاليو اوف نمبر اوف مول اوف سي او 2 هي 1 ناقص ان اي على ان توتال اللي هي وجدتها قبل شويه مضروب في 10، هاي معادله 2. نفس الطريقه اجي على سي او 2 على او 2 وسي او واكتب العلاقات مالتهم، اصبح عندي ثلاث معادلات 2 و3 و4. هذول لو انا اعوضهم بالمعادله كي بي اللي هي معادله واحد، راح اعوضهم بالمعادله الواحد.
فراح يصير عندي هاي المعادلة نوعا ما تكون طويلة، معادلة شوية بيها مجهول واحد اللي هو شنو؟ أي. أنا أحاول أبسط المعادلة بخبرتي الرياضياتية، ما عندي معلومات من الرياضياتية، إيش قد ما أقدر أوصلها أقدر أبسطها حتى تكون بالصيغة التالية. وأجي أختار أو أخمن قيمة الأي وأشوف إيش قد، هل هي كبيرة صغيرة القيمة؟ أظل يعني أنت تتوقع قيمة، قيمتي الثلاث، بعدين راح تقرب إلى الناتج باي تراي أند إيرور، وجدنا قيمتها اللي هي 0.123، أو نسبة الديسوسيشن هي بدل كانت قبل شوي 20 هسه صارت 12.3%. هذا المثال يعني هو أبسط مثال ممكن نبدأ وياكم به الديسوسيشن. أنت لا تخاف، هو المشكلة الشغلة الوحيدة أنت ما فاهم قبل، فاهم من المكستشر، قلت لك المحاضرات مالنا مترابطة، فهذه المحاضرات المترابطة يعني أنت تقويك، المفروض قوي يعني معلوماتك بالمادة، لأن كل محاضرة تعتمد على المحاضرة السابقة مالها، وبالتالي في كل مرة ترجع من البداية وإلى ما وصلت عليه. Example 2. دكتور رامز. دكتور موجود، نعم. تفضل. ما أعرف يعني أريد تكملوا لي هذا يعني المثال. راح أكمل أنا المثال الثاني. دكتور نعم رامز دكتور. موجود؟ موجود دكتور. يعني هذا المثال الثاني شوية يعني نفس المثال اللي هو السابق، بس هي يعني أريد أركز على قيم مثل 2 مول CO2 3 مول N2 1 مول O2، يعني هي راح تكون هذولا يمثلوا لي المتفاعلات، وطبعا شوف هي النمبر أو مول، يعني بس أريد أخذ شوية أبين للطلاب حتى هي نشوف كان عندنا 2 مول إذا 2 ناقصاً أي، وأي تحلل إلى أي CO، وبما أنه عندي أكسجين بالمتفاعلات أيضا هذه القيمة جت هي A over 2، لكن عندي واحد هين فضفتها إلى النيتروجين يخرج N total، طبعا تجمعها للبرودكت، دائما N total للبرودكت. واضح؟ سؤال بسيط يعني، بس شنو هذا السؤال؟ أنا متأكد إذا يعني الطالب يعني فهمه فهم القبل، ممكن أن تقول أي example أو أي مسألة، يعني حتى السؤال الثالث سؤال example 3 ممكن نروح عليه ونشوفه نفس ال نفس البروسيجر. واضح؟ فأول مثال بسيط، خلي تأخذ وقت بي واحد يأخذ وقت، إحنا ما نريد نكثر عليهم المحاضرة، نريد يفهمون بقدر يعني طالب يريد يفهم المادة بقدر ما كثرت المادة. يعني احنا اعطيناهم مثلا اكثر اكزامبلز محلوله، هوم وركات محلوله، اسئله يعني كثير رفعناها فيديويا الدكتور احمد مشكور، كلها موجوده، لكن نريد فهم، اذا ما كان فهم راح يبين علي عندي بالامتحانات خاصه الحضوريه. شكرا علي. نعم دكتور. ممكن انا راح اقفل المايك من عندي لان اكو طلاب يستنظرون يعني. نعم. ما عندي مشكله يعني. احنا موجودين دكتور. ان شاء الله راح احل ان شاء الله السؤال الثاني بس عمود التوضيح. نعم على راحتك. يلا زين، مثل ما تلاحظوا عندنا السؤال الثاني خليط من 2 مول من CO2 وعندك كذلك 3 مول من نيتروجين و1 مول من الأكسجين. هذا على درجة حرارة ابتدائية اللي هي 300 كلفن وتحت ضغط الجوي اللي هو 1 أتموسفيريك. هذا الخليط سخن إلى درجة حرارة 3000 كلفن، والمطلوب هو إيجاد الإكويبيليريوم كومبوزيشن أوف ذا ميكستشر، يقصد بها الـ A at this temperature of the final pressure 12 أتموسفير.
مثل ما تلاحظون لازم نكتب المعادلة اللي لها علاقة بالديسوسيشن التفكك. فهنا عندي 2 CO2 هاي حسب منطوق السؤال زائدا 1 مول من الأكسجين وكذلك 3 مولات من النيتروجين. قبل قليل السؤال الأول اللي حله دكتور عبد الرحمن كان عندنا 1 مول من CO2، مثل ما تلاحظون هنا عندي 2 مول من CO2. فشون نفكك هذه الـ CO2؟ راح يتكون عندي ACO2 والكمية الأخرى هي 2 ناقصا CO2. إذن عندي ACO2 والباقي هو 2 ناقص CO2 ACO2. فمثل ما تلاحظون هنا عندي 2 ناقص ACO2 والباقي اللي هو ACO2 تحلل إلى ACO زائدا نصف AO2. وهذه الواحد هي فقط اللي كانت بالتفاعلات وطلعت لي بالنواتج فجمعناها. فهذه الواحد AO2 هي أصلا موجودة بالتفاعلات حسب منطوق السؤال. والنيتروجين مثل ما دخل بالتفاعل راح يخرج عندي بالنواتج. واضحة شباب هاي المعادلة هي جدا مهمة اللي إذا ما فهم أحد عمود عيلة. دكتور ليش واحد المفروض نكتب ستايكيومتريك اول شيء؟ وهنا هنا هي اكتوال، لو تلاحظ هنا عندي اكتوال ستايكيومتريك المفروض تعرفوه، يعني عندك سي او زائد نصف او2 يعطيني سي او2، يعني ما تقبل غلط، هذا يعتبر ستايكيومتريك. فهنا هو مباشره تقدمنا الاكتوال باعتبار هذيك بسيطه تعرفوها المعادله، واضح؟ فالستويك متريك مالتها هي CO زائد نصف O2 يعطيني 1 مول CO2، ما راح استفاد منها حتى لو اكتبها. انا اللي يهمني هي معادله الديسوسيشن والاكتوال طبعا. ليش واحد يعني هنا ممكن تعطيني على كلامك تكتب الستويك متريك هي CO زائد نصف O2 يعطيك CO2، خلصنا منه. الاكتوال 2 CO2 زائد O2 زائد 3 نيتروجين، شوف ايش راح ينطيك. وتجي الاكتوال ويا الديسوسيشن هي هاي المعادله، واضح؟ نعم استاذ، بس ليش ليش شنو العفو؟ ليش قلنا واحد زائد اي على اثنين ومثال قبله قلنا بس اي على اثنين عند الاوتو من ينفصل؟ قلنا اي على اثنين او نصف اي نصف اي اوتو هذه موجودة already بالديسوسيشن، زائدا هذه الواحد هي موجودة بالتفاعلات. نعطيها بالسؤال، واحد مول واضح؟ فجمعنا واحد مول من الاوتو زائدا انا already بالتفكك في نصف اي او. نعم نعم، شكرا استاذ. فمن التيبل نذهب الى التيبل اللي موجود عندكم. عند درجة حرارة 3000 معطى بالسؤال. أوجد مقابل اللوغاريتم 10 كي بي اللي يطلع لي 0.485. يعني التيبل يمكم عند هذه الدرجة وتروح على العمود الثاني. خلينا نشوف الجدول أنا هم يمي. العمود الثالث اللي هو مال PCO2، لا تروح على مال H2O. يعني مثل ما تكلم قبل قليل دكتور عبد الرحمن عندنا 2 تفكك، واحد للماء وواحد لثاني أكسيد الكربون. احنا حاليا عم نشتغل على ثاني اكسيد الكربون، فتروح على العمود الثالث مال بي سي او 2 وعندك عند درجه حراره 3000 كلفن تطلع هذه القيمه. فقط تعمل 10 للاس هاي القيمه راح تحصل على الكي بي، راح نحصل على هذه القيمه. هذه اس ناقص نصف، السبب لانه عندي الاكسجين، يعني لو تلاحظ على هاي المعادله عندك هذه مع هذه راح تروح كبريشر مع بريشر، هسه نجي عليها. ففقط عندي هذه الناقص تطلع لي فوق تصير ناقص واحد، هاي باعتبار واحد وهذه للاس واحد فما تكتب. فقط عندي هنا نصف للاس، يعني تطلع عندك هذا البسط هذا المقام هي بالمقام، فنصير تطلع لي فوق تصير ناقص نصف. ففقط للتوضيح هذه الناقص منين جايه وهذه النصف ايضا منين جت. نجي الان نوجد الان توتال مال النواتج. عندي 2 ناقص اي هاي مال سي او 2 زائدا اي مال سي او زائدا 1 زائد اي على 2 زائدا 3، تجمعهم هذول كلهم يطلع لك 6 زائدا اي على 2. هاي دكتور بس دكتور بس الكي بي بيها استاذ بس عيدها
لا هذا درجه الحراره معطى بالسؤال مال النواتج هي 3000 كلفن. تروح للتيبل عند هذه الدرجه راح توجد قيمه الكي بي، لكن هاي لوغاريتم 10. العمود الثالث عندك بالتيبل توجد هذه القيمه، فقط تعمل له 10 للاس راح نطلع قيمه كي بي. ولا تنسى الوحده مالتها هي اتموسفيريك، لانه هي بارشل بريشر تمثل الكي بي، اللي هي البارشل بريشر للبروجكت على البارشل بريشر اوف رياكتنت الناتج. شكرا دكتور. زين، الان نريد نوجد ضغط كل عنصر للسي او 2 والسي او وكذلك الاكسجين. فقبل قليل للسؤال الاول كتبنا هذه المعادلة مع المكسيشر، هذه المعادلة. فالبارشل بريشر لكل عنصر هو عدد مولات ذلك العنصر اللي نريد الضغط مالته على الان توتال في التوتال بريشر. أيضا نفس العملية نطبقها هنا، عندي عدد مولات السي او 2 من السؤال هي 2 ناقص A على الان توتال وجدناها قبل قليل في الضغط النهائي او الضغط الثاني هو 12 اتموسفير. لا تنسى هنا تعوض بالاتموسفير وليس بالبار، اذا جبتك بالبار تحولها الى اتموسفير. هنا ايضا عدد مولات الاو 2 هي 1 زائد اي على 2 على الان توتال في التوتال بريشر، ونفس الشيء للسي او. نجي نعوض هذه المعادله الثلاث 2 و 3 و 4 في المعادله الاصليه مع الكي بي، فنحصل على هذا التفصيل. فحاولوا تتمرنون على هذا التفصيل شباب، يعني انا ما مطلوب من عندي ابسط لكم اياها بهالصيغه هذه، بس عمود بالامتحان اخاف يجيكم هذا السؤال، عمود ساعدكم شويه شلون توجد قيمه اي. يعني شغله رياضيات، فانا حاولت ابسط لكم اياها الى ان وصلنا الى هذه المعادله. فانتوا حالوا بالبيت شغله رياضيات، ما شغلي انه اعلمكم اياها، انتم مرحله ثالثه. فوصلنا الى هذه المعادله باي ترايل اند ايرور، يعني بالمحاوله والخطا افرض قيمه اي الى ان احصل على الرقم 48. فشفنا انه هذا الرقم هو قريب الى 48، فبالتالي قيمه الديسوسيشن هي 35.5%. طبعا هذا عند الضغط النهائي اللي هو 12 اتموسفير. هذا كل ما يخص السؤال الثاني. احد عنده سؤال شباب؟ ممكن اعاده سريعه؟ وهي راح انزل لكم الفيديو راح تتفرج عليه مرتين وثلاثه وعشره الى ان تفهمها. أوكي. بس قل لي دكتور ما فهم هاي المعادله، اقول لك ايه اعيد لك اياها، ما اعيد لك السؤال زحمه والله شويه. دكتور بس النصف بالكي بي والله بس عيده. الكي بي شلون وجدناها هذه؟ لا لا بس النصف سالب واحد على اثنين بالناتج مع الكي بي. هذه عزيزي هاي الناقص نصف هي مال اكسجين، لانه للسي او 2 هي للاس واحد، والسي او ايضا للاس واحد. فما يعني ما موجوده اصلا لانه هي للاس واحد، فيبقى عندك النصف بما انه هي بالمقام، فمن تطلع لي البصص تصير ناقص نصف، وهذا الاتموسفيريك هو للبريشر مال اوتو. واضح؟ نعم دكتور واضح. دكتور هذا النصف ثابت يعني؟ ايه نعم، هذه حسب عدد مولات الاكسجين. لاحظ هنا عندي ايش قد عدد مولات الاكسجين؟ نصف. ايش قد عدد مولات السي او؟ واحد. واضح؟ فهذه تمثل لي عدد مولات السبيشيز اللي هي الاو 2 والسي او. طبعا المعادله الاستويكومتريك الاصليه من ذاك اللي هي سي او زائد النصف او نصف او 2 ينتهي سي او 2. هاي نرجع لهاي المعادله عم توضح لكم. السؤال الاول هذه معادله الاستويكومتريك، ايش قد عدد مولات السي او؟ واحد، والسي او 2 ايضا واحد، والاكسجين نصف. فهذه للأس اللي مكتوبه بالمعادله كي بي، هذه النص هي جايه من هنا عدد مولات الاكسجين، وهذه للأس واحد لانه عندي واحد مول سي او 2، وايضا سي او للأس واحد لانه عندي عدد مولات السي او ايضا واحد. واضحه؟ اذا هنا انطاك 2 سي او، هاي يصير سي او 2 سي او تربيع،
خلوها ببالكم. اذا انطاني عدد المولات 2 سي او فهنا راح يصير عندي بي لي سي او للاس 2 مو للاس 1. فتعمل بالانس للمعادله شو ايش قد يطلع لك ايضا عدد مولات السي او 2 وايش قد عندك المولات مال الاكسجين. هذه المعادله مو ثابته، هذه فقط لهذه المعادله. اذا كان عندي 1 مول من سي او زائد النصف اكسجين يعطيني سي او 2. وارجو هاي منكم واضحه امامكم. بعد شباب السؤال الثالث والرابع حقيقة ما طبعته بعد، ما لحقت الباحث، الكهرب كان شوية تعبان. فإن شاء الله على الخميس أكملكم السؤال الثالث وكذلك الهومور. وبالي عندي سؤال الأديباتيك فليم تيمبرشر هم ما شرحت لكم إياه على، لكن أنا رفعت لكم إياه الحلول اللي هم آخر سؤالين بالموضوع السابق. فإن شاء الله إذا صار عندنا مجال الخميس هم أوضح لكم إياه. أنا أرجو من عندكم إنه من تجون المحاضرة أنتم قارئين، يعني على مود من تسألون الأسئلة تكون واقعية، وكذلك أيضا باقي الطلبة يستفادون.